La filmeidan nouid fath milaf tassir al khadamat ijtimaiya bi'i'adat al nadar fi al qarar 2012 wa hakada tamma tansib lajna muta'addidat al qita'at dammat wizarat al amal wa wizarat al maliya wa al wadif al umumi wa al ra'is lajnat al khadamat ijtimaiya ونوابه لتكفل بالانشغالات المطروحة في إطار منظم يناقش فيه الملف وهكذا مس مشروع تعديل 58 مادة من أصل 77 مادة التي يتضمنها القرار الحالي الذي يحدد كيفية التسيير الخدمات الاجتماعية للقطاع تساهم في تحسين الظروف الاجتماعية للموظفين اليوم أكثر من أمس في ظل الوضعية التي تعيشها البلاد. ثانيا أن تحترم قواعد المحاسبة العمومية بكل صرامة.